فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: عندنا دعاة وهم يأمروننا بأن نحلق اللحى وأن لا نرفع دعاة؟ نعم، دعاة يأمرون بحلق اللحى، سبحان الله. نعم، يقول حفظك الله: أن نحلق اللحى وأن نسبل الثياب مخافة أذى الكفرة. نعوذ بالله، لا، لا تداهنون في دينكم، ولا الكفرة ما يجونكم أبد، هذا وسواس من الشيطان. الكفرة ما يجونكم إذا وفرتم اللحى ورفعتم الثياب فوق الكعب، ما يجونكم أبد، وهذا وسواس من الشيطان وتخذيل من الشيطان. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.